هلا شباب، صباح الخير، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. اعطونا لايكات، تعليقات. طبعا هسه هاي الحمر مطيريها، هاي صارها تقريبا ساعة وكسر، بس انا ما اقدر اطير الحبريات، فقررت اروح افكها. حكي عادي، ما طول قاعدين احنا يوم ماكو شيء، فحراويكم شوية من فصل الحمر وعيني ونروح نفتح الحبريات. اليوم راح افتحها عكس كل مره ما افتحها، يعني الفتحه الاخيره فتحتها من هنا، هالمره راح افتحها من هالجهه. شلون ذيك المره من الطينة هناك؟ راح اروح افتحها. شوف ذيك السيطرات بعدها منصوبه. لا شوف ما شاء الله الحمور. طبعا اخر فكه شباب فتحنا 32، جني 31 ناقصا تك، بس اجى بالتعزي، يعني اجى وراهن. تمام، اجى تقريبا وراهن نص ساعة اكثر، فما عدنا اي نقص. هسه راح نروح نفتحن هم 32، 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32 ذني الاخيرات. تمام، ذني هذي مونسكم ما طول قاعدين. لان هسه ما اقدر اطيرها، ما اريد اخرب فصل الحمر. احكي لكم العدله، شوفوا شباب كلها تماسيح وعمالقه من الزمن القديم. هذا صاحبي احبه بس ما يحبني، كل ما طب يطفى. زبيريات مطل ايش على وخر زبيريات الابطال. صحيحة أم العلم رغم الظروف لكن بطلة، لأن من انصادت ما انصادت بالمربع مالتنا مثل هذا الغبي، مرتين وقع يمنا، وقعت بالشعب. هذا وين الفحل اللي جاي متأخر شباب؟ هذا اللي اجى متأخر هو شباب، هذا بيشي الطير. هذا شوفوا، هذا وضعيته تعبانة، حتى من دا طير الطيور ما دا يخبط بيهن، دا ينزل قبلهن. بس ذني لا، ذني أبطال، يعني ماكو مشكلة بيهن. هذين الفحمات، يلا خل اجيب لك فاصة شباب ونتوكل. اي شباب، هاي توكلت على الله ان شاء الله. رايح راح اطلع عكس، انا كل مرة شباب الزم ذاك السايد، بس هذا سريع، هذا سريع، يطلعك على البغداجي، يطلعك على البياح. هذا سريع، انا كل مرة ذاك السايد الزم. تمام، تاني طالع على بغداد جديدة. هسه شنو راح استدار وارجع الزم السريع اللي طلعني على البياع. هلو يونس، على البياع وال يعني والدرويش وما الى ذلك من مناطق لاحقة. هسه شنو راح نصعد قبل اللي فلشنا هذا، خلينا نخفف. يلا تقلب يدك سيارات وين خاصتك، اريد اروح افوق من هذا المكان اللي طينونا بي ضاع الحمام من عنده ما ادري ايش قد. يا رب عليك، شباب حطوا لنا لايكات، هم داراويكم طيور، داراويكم مناطق، داراويكم سريع ما بي زحام، هاي كلها بحسابها. يلا شباب، بين ما اوصل في مسافة من ابو تشير الفكة تقريبا، بين ما اوصل وراجع لكم. خلونا انتو لايكات ترتيب طبعوا على تيك توك بين ما راح اجي. تحياتي. تقريبا وصلنا شباب، هو هنا اكو مكان انا دائما يعني فتحنا منه مرة مرتين من يوم هاي الشركة، شوية ما بي عالم. اي والله شمروني بالترابي مو مشكلة. خلي بس اطبق وجايكم. ها شباب، هذا نفس المكان اللي فكينا منه مع المهدية الثالثة. فهاي الشركة، هذا الحمام. يلا يا رب عليك، ما يطلع ما يطلع. ها
قيلا صايرة شباب. هاي شنو هذا طلع من هنا صح؟ والله كل ما افك من هالمكان هذا يظلن يفرن وما ادري ايش يسوون. عجيبة سقلت يوم مو فكيناها لا فريت لا. تزين قريب السريع شباب ووايرات وضغط وما ادري شنو. افتر يدير قاعدين كل مرة يروحها من هنا. هالمرة بس ادري شو ما ادري هسه مين نطلع احنا. اي صحيح يقرب لي غاتم. شوفوا طبت عكس شباب طبت عكس. ايوه لا هاي هاي قاسة طبت عكس شباب قاسة اخر قياس شلون طلعت من هناك هسه راحت عكس يعني هسه وين طبت شباب طبت ابو تشير طيلنا والله شباب هو عدل على ابو تشير شباب شوف هذا شوف شوف شو رجعها شوف شباب شو رجعها با 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 هذا الفحل رجع بوحده رجع بوحده خرب عرضه رجع بوحده شوف هنا طبعا على ابو تشير شباب راح عدلنا على ابو تشير دقوا لها والله دقوا لها شفتوا شباب هذا الفحل مالتنا وين؟ والله بطل هذا الفحل والله بطل خليني نفتر من ذاك السايد ونباوع الصار شباب والله شباب ماكو عدلت كلها قبل وعلى بتشير يعني ماكو اختفت يعني هسه حتى طبيت بالمربع الاول هسه هاي مال المناطق مال شهداء السيديه وهالامور ماكو طيور نايل ماكو يعني ما لحقت لها بين ما استداريت الظاهر عدلوا قبل على بتشير سلم لي يعني شباب يلا هاي شو نسوي هسه احنا نرجع يعني هسه جوز طبت بالصحه ابو تشير ما اعرف بعد يعني شنو العقل يعني والله ما هسه انت فكيت غير تفترين ترجين على اهلك تضرعين عكس والله يا شباب صراحة ما ادري شو اقول لكم يمكن اطينا يمكن مو يمكن يعني احنا راح ارجع هاني وهي بعد هي وحظها هي بيها حاب تجي ما بيها حاب يلزموها هنا في مال لا في مال لا يلا خلي اوصل شباب وصور لكم اي شباب والله ليه هسه ماكو شيء بس هسه انا رجعت هذا الفرخ بايت برا من البارح يعني ليه هسه ماكو شيء خلينا نتفق على شغله شباب اللي قدام وصلت الطيور اهلا وسهلا ما وصلت بعد هاي السوله فلا احد يقول لي ها فكيت انعكس انت ضيعتهن ما ادري شنو ماكو شيء منطق شباب احنا فاكين من هذا المكان اربع خمس مرات صار له غلط فيعني المفروض تجي طبيعي لان كم فك احنا فاكيها من نفس هذا المكان فامورها المفروض تكون طبيعيه هاي شغله الشغله الثانيه احنا صح اخر فك بالعكس بس شباب مو قياس انه اذا انا افك هيك يعني طير بس هاي افتروا طلع قبل ما يعرف هاي شنو ترحب ترحب دي يوصل لاهله هباري ما توصل بعد وقت هسه انا فتحنا ما صارنا ترى يعني ويا فتحتها ويا جيت البيت ما صار قل نص ساعة فبعد بعد بيها مجال نشوف هسه ان شاء الله تجي اذا تجي جايتها تكون من هالجهة بس هي راحت عكس في المرة يعني مو شو مكان الزواج راحت يعني شلون طير انه كشف عنده بيته عكس هذا الفحل شفت الفحل شباب فروا جاب عكس بعدين لحقهم يعني هذا يندل الموضوع يا ترى مو من انا من انا النهضة من انا بيتنا طلع قبل على بتشير فننتظرهم نص ساعة شوف ان شاء الله يبين الهسة اي شباب فنزل صعدت لي ذني هاي سرقة جاية هاي تقريبا 20 2
أربعة ستة ثمانية عشر 20 ذني شباب، 20 ذني جايات، يعني بعد 12 تك، بعد 12 تك يعني. يلا ليه ذني هسه جني؟ وجني أوكت من قبل فك مال قبل كم يوم، جني ذني أسرع. ليش خواتها ما جت وياها؟ شوف سبحان الله، همين ليش على ماكو أم العلم ماكو. شوف الزبيريات بالمقدمة، هاي ال شو يسمون الزنقية ما يسموها بالمقدمة. كوني جني لأني 12 يعني، كوني جني فد 10 8 سوية وخلي جني تك تك البقية، بس مو كل جني تك تك. يعني هاي طيور هاي من دقولها جوز طشت جوز خبطوها. أنا أقول لكم خبطوها شباب، مستحيل ما خبطوها. أول شيء أنا فاتحها مو من وقت، فاتحها يعني بثمانية ونص تقريبا، فالعالم هسه كلها تصعد هيك وقت، ما حد يصعد بالسبعة. بلا دبر مخباط ونسوى الأمور، خلي أصعد من فوق شباب نشوف شنو الدرس. هسه متأكد يوصل كلهن إن شاء الله، ما عندنا نقصات. شوي من يم الحمون نسولف. هاي شباب ما شاء الله، هاي اليوم هسه يعني وصلت مرحلة. هاي الحمر هاي كلها طالعة برا، تشوفوها كلها هاي طالعة برا. ساعة ونص طارت طيور، ده الطير ساعة ونص حاليا. شوفوا هذا البرج هسه ما ابي ولا طير، فارف هذا اللي هنا انا اني طيرتين زيادة عندنا. هاي ذني ثلاثة ما صيد طبقناهن، ما اعرف شو يحبون من مال الصيد، ما ادري ما له. هذا فحل مثل الحن مكعكه الحلو، هذا العلاج، هذا فتشي فول. شوفوا هنا هذا البرج فارغ ولا طير بي. تمام، هذا البرج هنا شبي، هذا بي، هذا بي طيور زياد بي. شوفوا ذني ما طيرات، 2 4 5 6 7 8 9 10 تقريبا 13 14 طايره، ما طايره. وهاي البقيه كلها هسه وصلها تقريبا ساعه ساعه ونص، عدد حلو وطيور عمرها حلو. يعني هسه هاي نتونس احنا عليها هذا الموسم، يعني نهايه هذا الموسم، بس الموسم الجاي شباب، الموسم الجاي تخبل هاي الطيور. يعني حطها ذني بعد، هو هسه شويه ما تشوفون بدين يبينن الحبريات عدل انعكس شباب. يعني هي من جانب يقول لك تمشي، يعني لو بالعوق لو بالنزال. هسه اليوم الفكه فكيناها يعني بالعوق مو بالنزال، فك اللي قبلها بالنزال، بس فكتين من نفس المكان اللي انا هسه فكيت من يمه، فكتين وجايب لمتهن. وفك الثالثه اللي فكيناها شويه ابعد للسيدية من طشة الطيور، بس هي اليوم ما اعرف شوف شرت وطلعت قبل على سيدي على ابو الصحة. فبعد احنا وحظنا شباب، حمر واصلات مرحلة كلش حلوة، يعني مطيار توب وامور تمام. ابعدنا الفحل الشتري على الطيارة الجلدة مالتنا القديمة اللي يمكن كان البيضات اتصور فقسا. فشنو الدارس بلا زحمة؟ هذا مفقس واحد وزاقاته، وهذا الثاني لازم يطلع، لازم يطلع، لان قبل يومين شفتهن منقرات. يعني ليش ما طالع؟ خلا طلع شباب وارجع لكم. شوفوا شباب امزين لحقت له كامل قطرة دم ما بي، يعني هاي نهاية الحفلة جوز للعصر تعذرني. أنا هاي الأم هاي الطيرة جلدتنا شباب، من العلي ولا ما شاء الله. هسه هذا راح، بس تعال هذا راح مزة نخرجه، ما شاء الله شلون طير باع الإنتاج مال العلي ولا شباب. هل يخبر أما هنا ذني ماكو من هنا، ما نطلع قطع نوادر ذني. وصلنا شي، هذا وصلنا واحد، هذا عالي ذا بروحه.
هذا وصل واحد. زيد اني وصلت والله 2 4 6 7 8 9 10 9 10 12 13 14 15 2 4 4 6 12 جوا عيني يعني وصل واحد يعني بس واحد وصل من هاي الوصل يعني بعد 11 شباب بعد 11 طيار ان شاء الله ربع ساعه كلها تبين يعني شباب جني 5 تقريبا بعد مو صار 26 بعد ناقص 6 26 على 32 6 ناقص مع ام العلم ما اكل هسه ليش على ما موجود وبعد 4 ما فاقدهن هنشوف والله يا اهلي يا اهلي يسلمها يعني المفروض يجيني كلين والله والله المفروض كذا ويا الاشعل اجى بعد هذا ما اجى بعد هذا خليه حتى لا يخبر علي ما اجيبه فاشل هذا ما ولا هو لا طيره لا هاي بس مو لهالدرجه بين يوم ويوم يضيع اي شباب لاني 28 لاني 2 جايات يعني بعد 4 الاشعل ام العلم واثنين وياها الاشعل ام العلم واثنين وياها هذا استوى جو هذا الفحل شوفوه هذا استوى اجى هذا حس وجه بعد عندنا نقص 4 مو 4 قلنا ام العلم والاشعل واثنين وياها يجني شباب يجني بعد وقت بس احتمال يعني ام العلم والاشعل ما يجن لان عندنا سوابق تمام طير اللي عنده سابقه ومصيود قبل احتمال يسلمها عكس الطير اللي ما مصيود لا يظل يهوش لحد ما يجي انه من تفلش صار انقطعين ظهر ذين طابات بكومة مالصات نص وباقيات نص يعني مواجهات صعوبة في الجاية فراكبات كي مو شباب عيني بعد 4 نقص 4 شوفوا يا 4 نقص شوفوا في قفتهم شوفوا بعد ليش هاي من تيم يمه ام العلم من تيم يمه وام العلم اختها يعني ام العلم واختها الثانيه هم رمانيه رعشه تمام هاي ثلاثه وفحل شلون هذا الصدر وذيل هيك لابخ يعني صدره ازرق وجناحاته بيض اخو هذا ذن الاربعه النقص لان انا عندي اثنين هيك شكل ام العلم معروفها اخت ام العلم ماكو يعني والله بس بيه المجال بعد والله شباب يعني صوري جني من انا الساعة نص ساعة يعني المفروض يجني فننتظر نعطيكم اخبار من هنا شوية شباب وصل الاشعل والله ظلمنا هذا الغبي طيات هذا يعني والله ساعة بك مع الشباب والله فرقة ايدي مصالة وعي طايب زين وصل الاشعل يعني الاشعل يوصل اذا الاثنين ما يوصل والله عجيبة والله انا راح انتظر بالنسبة لي راح انتظر هين ان شاء الله القفل الكاملات هذا ليش على الساعة مظلوم اعلامية ام العلم بلكي تسويها وتجيب العلم وتجي نزل شباب بقينا ثلاثة ام العلم والثانية اللي هي اخذها تصير بس من غير اب وهذا الفحل اللي قلت لكم عليه وهذا الفحل يمكن الوجعان شباب يمكن الله اعلم بس هذا الرجل سول عليه وجع يعني نعيد للثقه لا تطلع من الطيور تعال بنص الطيور تبني شان انت المفروض تجيبهن هاي لو ظلت عليك يعني كان هسه يلا وصل بس عمي العجيبات ذني الزبيريات وهاي الشمعيه يعني شغلتها صدق عجيبه هنا هاي الطيور ابطال والله ابطال
تعال حط تعال. شوفوا الزبيريات شباب غريب انسن فاتحنا سنة وتيادي. خاف يا حطيم ما شايف من قبل. حطيم هم صار له هذا يعني من التسعة وهسه الساعة تقريبا الوحدة واي يعني. هذا تيدي هم صار له بالساعة ونص تقريبا طاير ما يجي. يلا بقى ثلاثة شباب خلينا نشوف. اي شباب طبعا نهاية الحفلة يعني ثلاثة نقص. الاشعل اجى ام العلم ما جتي واخت ام العلم وبعدتك وهذا شويه مشان وجعان ف يروح الله وياه. هاي نهايه المقطع شباب. اشتركوا بالقناه لايكات تعليقات وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد وتحياتي لكم.